والبداية مع سفير صلاح حليمة، ما قراءتك لمسار المفاوضات الحالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة وأن هناك تقارير إسرائيلية تؤكد أنه كلما اقتربت مفاوضات التهدئة في غزة إلى مراحل حاسمة يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلتها، خاصة في ضوء المجزرة التي شهدتها أو التي شهدها حي المواصي غرب خان يونس صباح اليوم؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. لا شك ما نراه اليوم بصفة خاصة هو امتداد لمواقف سابقة لسياسة نتنياهو بصفة شخصية بالدرجة الأولى تحت مظلة اليمين المتطرف. الحقيقة مصر بذلت جهودا حثيثة وما زالت على مدى أشهر عديدة في ظل تعاون وثيق مع كل من قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته التي تهدد بإشعال ربما صراع في المنطقة وليس فقط في غزة. نعم. لا شك أن هذه الجهود تواصلت وكان هناك اقتراحات كثيرة من خلال الوسطاء، حتى جاءت اقتراح بايدن الذي تحدث عن ثلاث مراحل، وللأسف الشديد في كل مرحلة من المراحل التي كان هناك فرص للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ومعالجة الأوضاع الإنسانية، للأسف كان هناك موقف يظهر من جديد من جانب نتنياهو يعرقل هذه المفاوضات. نعم. لا شك ربما لو سمعنا إلى التصريح الحديث الصحفي أو المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو منذ فترة قصيرة يتضح فيها بشكل واضح وجلاء أنه ما زال مستمرا في سياسة التصعيد، في استمرار الحرب، في ممارسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي. والمسألة ليست يعني نصر يدعي، لأن هذا النصر هو نصر وهمي. المسألة ليست التوصل إلى قادة حماس والقضاء عليهم والإفراج عن الرهائن، وإنما فيما يبدو أن هناك هدف أكبر من ذلك وهو تصفية القضية الفلسطينية وليس تسويتها. هذا ما نراه من خلال الممارسات الإسرائيلية المشار إليها. تحدث نتنياهو عن أربع نقاط أساسية، في واقع الأمر كلها لا تخالف تماما ما ورد في اقتراح بايدن، وحديثه بأنه يتمسك بهذه الشروط الأربعة ولا يتنازل عنها، وهو يعني ذلك أن الصفقة برمتها أصبحت غير قابلة للتطبيق وغير مقبولة. نعم. رغم أنه يتحدث عن قبوله لهذه الصفقة واستعداده لتنفيذها، ولكن نعم. بشروط. في واقع الأمر أن هذه الشروط تنسف المبادرة أو المقترح الأمريكي من أساسه. نعم. لعل ما يتحدث به مثلا على سبيل المثال أن بقاء في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نعم. من الجانب الفلسطيني، وأيضا فيما يتعلق بصلاح الدين، مع ممر صلاح الدين. هذا يعني وجود احتلال. في نفس الوقت الذي المبادرة تتحدث فيه عن انسحاب القوات الإسرائيلية وأن غزة تصبح غير محتلة في نهاية المطاف. هذا هو التناقض الواضح على سبيل المثال وليس الحصر.